Your body language may shape who you are. 19 million views video of TED Talks Part 2. في الفيديو الماضي وصلنا لعند بارت انه اذا انت ما كنت عندك السكيل تبع الكنترول على your body language may you train انك انت تقدر تعمل هذا الحكي. اليوم السؤال اللي بدلش فيه الفيديو في سلسلة جي توكس و 101 things I learned from TED Talks. السؤال بيحكي Do our non-verbals govern what we think or what we feel about ourselves؟ هل هذه الحركات الغير محكية أو اللغة الغير محكية أو الكوميونيكيشن أو طريقة التواصل الغير لغوية بتقدر تغطي جميع الجوانب اللي احنا بنفكر نفكرها عن حالنا أو بنحسها عن حالنا؟ والجواب هو yes. السؤال الثاني Can I fake it until I make it؟ بقدر أنا أنصب موضوع لغة الجسد؟ والجواب هو yes. فأنت you can control it and it is covering كل الرياكشنز اللي أنت ممكن تخيلها. يمكن ما تكون حركة ظاهرة على الجسم من برا، تكون قراءات لغوية أو القراءات خلينا نحكي طبية أو قراءات تقريرية أو سريرية عن جسمك، ضخ الدم، ضربات القلب، إفرازات هرمونية، درجة حرارة، درجة دموع، whatever reactions اللي ممكن تصير في الجسم. فيس you can fake it و yes it covers كل reactions. يعني اللي ممكن نحكيه كمان أو اللي ممكن هلأ حدا يحكيه عن الجملة اللي حكيتها قبل شوي، إنه اللي نحن بنعرفه إنه لغة الجسد هي بتعطي انطباعات للشخص اللي قدامنا عن إيش الإشي اللي أنا قاعد بعمله، أو هل أنا صادق أو أنا مش صادق، هل أنا متمكن أو أنا مش متمكن، هل أنا واثق أو أنا مش واثق. لكن هل هي بتعطيني أنا انطباع عن نفسي؟ definitely. إذا أنت مار بسيتويشن حسيت بضربات قلبك عم بتزيد، معناته أنت عم توصل للإكستريم of that situation. أو إذا أنت في موقف والدنيا برد وانت بلشت تتعرق وخايف وعم بترج، فأكيد انت يعني في قدامك قنبلة او في كلب عم بيحاول يهجم عليك او في كلب بده يطخك. فالموضوع definitely انعكاس either ليورسلف عن ايش عم بصير معك، what do you really feel باللحظة اللي انت فيها، او definitely حيعطي الناس اللي قدامك ايماءات عشان يقدروا هم يقرروا انت صادق ولا كذاب. بأغلب الأحوال بتكون كذاب في الحالة اللي بنقرر أنك صادق فيها ولا لا. بس نرجع للsource of information للفيديو اللي نحن عم نحكي فيه هلأ، بيحكي لك أنه في بعض دراسات اللي أنا ما بعرف عنها ولا إشي ولا قرأتها ولا حضرتها ولا شفتها تثبت أنه الإجابة هي نعم، يعني زي ما أنا حكيت عشان تعرف أنه أنا كلامي موثق. هلأ البارت الثاني اللي بنحكي عنه في الفيديو إيش تأثير لغة الجسد طيب على الانعكاسات الداخلية أو على الشعور اللي ممكن يحس فيه الإنسان أو على الأفكار اللي ممكن يفكرها الإنسان إذا مثلا كان وضعه النفسي مش مرتاح وابتسم؟ هل هو كلغة جسد هتأثر عليه ويحس إنه مبسوط؟ أنا بصراحة هون هذه هي موضوع لغة الجسد اللي أنا مش كثير بكون معه، إنه إذا أنت بدك تنبسط حاول انك انت تبتسم في اغلب الاحوال فانت هتصير انسان مبسوط. انا مرات بكون مع ومرات بكون ضد. اذا انت انسان مثلا كشر وعابس دائما فانت على الاغلب من جوا متضايق او حزين، برضو انا بكون مرات مع او مرات ضد، لانه مرات اذا ابتسمت ممكن ينعكس هذا الشيء على شعورك الداخلي. برضو ممكن بحب اشوف ايش ارائكم بهذا الموضوع، حطوا لي اياهم بالكومنتس وخليني أكمل الفيديو. اللي بدي أعلقه على البارت اللي حكيته قبل شوي إنه إذا ابتسمت أنت مش بالشرط تكون مبسوط، لكن اللي أنا بدي أحكيه الإنسان أو اللي أنا I do believe فيه بشكل كثير كبير إنه الإنسان هو إنعكاس لـ his beliefs 100%. إيش الإشي اللي أنت تقنع حالك فيه أنت إن شاء الله بأغلب الأحوال راح تصيره. يعني إذا أنت حاولت أنك تقنع حالك دائما أنك أنت إنسان ناجح وحاولت تسعى أكيد بهذا الاتجاه، فأنت على الأغلب sooner or later حتصير أو حتكون إنسان ناجح. إذا أنت حاولت تقتنع أو أقنعت حالك دائماً أنك أنت إنسان متعلم أو مثقف أو قارئ أو كاتب أو whatever الشعور اللي أنت بدك تقنعه لحالك، فأنت definitely later on راح توصل للمرحلة. مش لأنه أنت قعدت في مكان وقعدت لي قلبت يا أحمد حلمي وقلبت لي فيها أنا غني أنا غني أنا غني سيترك الحظ بابك أنا غني
حدا راح يدق عليك ولا الشريط راح يلف حوالين راسك ولا حتجيك المصاري وتدق ولا حيطرق الباب ولا حيطرق الحظ بابك. هذا الموضوع ما راح يصير، بس اكيد لانك انت راح تسعى باتجاه البليفز اللي انت حاططها في راسك لانه انت صرت منغمس بهاي البليفز. اذا اقنعت حالك انك انت انسان فقير ومتدمر وفيش حدا بيحبك وليترالي راح كلنا نكرهك اكيد. فانت دائما انعكاسات للافكار اللي انت مقنع نفسك فيها 100%. وبعديها مباشرة السؤال الثاني اللي بيخطر على البال واللي هو inspiration من التيك توك اللي كنت بحضره، بيحكي لك ان احنا دائما عقولنا بتغير اجسادنا، لكن هل اجسادنا ولغة الجسد راح بالفعل تغير عقولنا؟ وهذا اللي كنت بحكي عنه قبل شوي انا يمكن، ولكن الجواب بالتيك توك كان نعم. وبعديها بصراحة صار الفيديو تبع التيك توك كثير ممل وانا بلشت اقرف منه، فاي سكيبت ابارت كبير من الفيديو وانتقلت للجزء اللي انا بدي احكيه اللي هو تمام بيحكي لك انه لغة الجسد وافكارك وتصرفاتك وحساباتك والبليفز تبعتك اكيد راح تأثر على تصرفاتك وفهمك وانطباعاتك وطريقة عملك وطريقة ردودك. اكيد دفنت الاشي اللي بتتعود عليه واللي بتعود نفسك عليه ما بدي احكي راح يسيطر عليك، بس راح يصير الطابع العام لشخصيتك ولا يور لايف ستايل. وبيتعدى عن موضوع رياكشنك انت ليصير برضه هو الطابع العام لرياكشنز الناس وتصرفات الناس وردود افعال الناس وانطباعاتها عنك شخصيا. وهذا صراحه كمان بقدر احكي انه في جزء كبير منه نابع من تجربه شخصيه حياتيه وعمليه واجتماعيه ومهنيه وماديه ومن كل النواحي. هذا الحكي انا بقدر تجارنتي يعني يمكن بديش احكي 100% الجارنتي زي ديتول 99.9% هذا شيء وارد 100%. كيف 99.9% وارد 100%؟ ما علينا نكمل. وهذا الحكي كمان زي ما حكيت انا في الفيديو يمكن صرت عيدها كثير، بتعدى موضوع حركاتك ولغة جسدك ورمشة عينك وحركة ايدك ورجفة ايدك وهزة اكتافك، لا بتعداها لافرازات الهرمونات والإفرازات البدنية ودرجة حرارة الجسم وضربات القلب وضخ الدم والتوتر الداخلي والخوف أو الفرح. والأحسن شيء ممكن يصير في حياتك أنك توصل لأقصى درجة إتقان من السيطرة على هذه الرياكشنز سبيشالي تحت الظروف الغير اعتيادية واللي أنت فيها بتكون برا الكومفورت زون تبعك. ونصيحة 100% صراحة عم بعيد هذا الحكي كثير لأنه أهميته كثير كبيرة، حاول أنك أنت تدرب حالك قد ما تقدر بالسيطرة على هذا الموضوع. واللي خلاني أني أنا بعد ما حضرت الفيديو يمكن تبع التيد توكس واللي أنا اليوم بحكي أنه هو مش فيديو كثير بشد بالنسبة لي أتليست، هو مش فيديو كثير مفيد، لكن الحكي اللي بده يوصل من وراء هذا الفيديو هو حكي كثير مفيد اللي هو كيف تستفيد انت من لغة الجسد وكيف ما تخلي لغة الجسد تضرك وكيف علاقتها او ارتباطها في انك انت تقدر تستفيد منها عمليا في حياتك او اجتماعيا في حياتك. واللي انا ركزت عليه في هذا الفيديو موضوع انك انت اذا كنت في انترفيو عمل او كنت عم تشرح لناس شيء او كنت عم بتقدم في مؤتمر معين، انت البريزنتر او انت المتحدث في هذا المؤتمر او انت عم بتدير حلقة حوارية او whatever وتباغتت، اما انك مش فاهم شو اللي عم تحكيه او انك انت مش في مود انك تشرح الشيء اللي انت عم بتحاول انك توصله او 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 الى اخره، او جاك سؤال انت مش عارف شو تجاوب على هذا السؤال، كيف انك انت ما تبين هذا الرفلكشن على جسمك وتخلي الناس اللي قدامك تقدر انها تضلها على مستوى الثقة اللي انت متخيله منها وما تتزعزع هاي الثقة. وانا شخصيا بصراحه كثير بقابل ناس للعمل علشان يتوظفوا معاي في التيم، ويمكن في كثير بوزيشنز ما بيكون اقصى درجات اهتمامي اني انا اتاكد انه الشخص اللي قدامي هو فاهم الشيء اللي عم بحكيه 100% او عارف اللي بحكيه 100% او عارف جواب الشيء اللي انا بساله اياه 100%، بقدر ما بيكون اهتمامي اشوف شو بصير عنده لما يكون مش عارف هذا الجواب، سبيشالي اذا كان الشخص اللي انا بقابله هو شخص بده يروح على اجتماعات او بده يقعد مع كلاينتس او بده يقعد مع مهندسين من تيمز ثانيين او او الى اخره. بيهمني كثير اني انا احاول يمكن ما بتزبط معي باغلب المرات لانه شوي الموضوع صعب، احاول ان اختار شخص ما يتكركب لما ينحط في موقف
خارج نطاق النولج تبعه او خارج نطاق الكومفورت زون تبعه، ما يخاف، ما يعطي اجوبه مغلوطه عشان بس يطلع من السيتويشن اللي هو موجود فيه، يعرف كيف يدير الحلقه النقاشيه المختصه او الخاصه في الموضوع اللي عم بنحكى فيه. كل هاي تفاصيل يعني ما بتقدر تحكم عليها انك تساله ايش لون اللبن فيطلع لون اللبن ابيض، او كيف تجيب لي لبن اسود فيحكي لك بالضبط كيف يجيب لبن اسود. لا، انت حتشوف كيف الرياكشنز تبعته وهو عم بيحاول يقنعك انه هو راح يعمل لك لبن اسود، او انه في طريقه علميه انه هو يطلع لك فيها لبن اسود، او انه هذه القاعده مش مختصه بانتاج اللبن الاسود، انا بدي اركز على الجوانب اللي لها علاقه بتطوير اللبن الابيض، وقعدتنا الجاي ديفينتلي راح تكون هي المختصه بانتاج اللبن الاسود اللي طعمه كثير بيكون مميز وبيعطي انطباعات للمشتري لما يشتري هذا. يعني at the end of the day ما راح يقول لك اللبن الاسود، او مباشره بقول لك انا صراحه ما بعرف انه في لبن اسود بالمناسبه. يعني طول حياتي تعاملي كان مع اللبن الابيض، لكن وجود اللبن الاسود يمكن هو يمكن ترند جديد، وانا ما عندي مشكله اني انا احاول ان اعرف شو المعلومة. وبجلستنا الجاي إن شاء الله راح أحكي لك كيف طريقة إنتاج هذا اللبن الأسود. مينوايل بنقدر إنه إحنا نتعامل مع اللبن الأبيض لحد ما نقدر إنه إحنا نوصل للتارجت تبعنا. حل المشاكل من غير ما يحسك إنه توفى جده الله يرحمه، لا، قدر يسيطر على الموقف. ومن هون بقدر أحكي لك إنه لغة الجسد يمكن مهمة، مش بالأجوبة اللي راح تعطيني إياها، يمكن مهمة بخمسة أشياء، مثل الحضور والثقة والارتياح، الشغف، الحماس، الأصالة، تعكس كثير أشياء خارج نطاق الأجوبة المحكية. وهذا اللي أنا عم بحاول أوصل لك إياه من جواب اللبن الأسود. شغفك في أنك أنت توصل للمعلومة وتحل مشكلة الشخص اللي قدامك أو مشكلة المجموعة اللي بتشتغل معها. أصالة الأساس الموجود عندك اللي قدرت تبني عليه أنك أنت تقدر تحل المشكلة اللي أنت موجود فيها. الارتياح من ناحية انك انت طلعت برا الكومفورت زون، بس انت ما عندك مشكلة تطلع برا الكومفورت زون، ووصلت شعور الارتياح للشخص اللي انت قاعد تشتغل معه وللشخص اللي انت قاعد بتحاول تحل مشكلته. الثقة، انك انت واثق من قدرتك على حل هذه المشاكل اللي انت عم تتعرض لها. وكثير تفاصيل ثانية مهمة كثير في موضوع لغة الجسد اللي فعليا توصل انك انت تحط في بالك انه عشان هاي النقاط اللي انا حكيتها فعليا اجسادنا بتغير، عقولنا، واللي حتميا بتغير انتاجيتنا وطريقة عملنا، طريقة انتاجنا والاند برودكت اللي احنا راح نوصل له بالاخر، بتغير جودة كل هذا الاتموسفير اللي انت قاعد تتعامل فيه او بتشتغل فيه. هلا اللي بدي احكيه في نهاية هذا الفيديو المهم اللي انا بحكيه في كل فيديو من الفيديوهات، انه انت حاول انك انت تمارس وتتدرب على الموضوع بقصد وبدون قصد، وبوقت وبدون وقت، وبوقائع حقيقية او situations حقيقية انت متعامل معها وفي situations انت ما متعامل معها، وحاول انك انت شوي تركز في شو الرياكشنز اللي عم بتصير معك سواء جوا جسمك او الخارجة والبارزة للناس، لحتى توصل لمرحلة انك تكون اتقنت كل شيء انا كنت عم بحاول ان اوصل لك اياه من هذا الفيديو، اللي ان شاء الله اكون انا قدرت اوصل لك اياه. وتقدر انك انت تحكي انه I have faked it او I fake it until I make it او I fake it until I complete it او fake it until I become it، وبرضو فعليا I have practiced it until I made او make أو بي أو بكم أو كومبليت إت. ومن هون لتوصل لهاي المرحلة بحب تحكولي شو تجاربكم عن هذا الموضوع في الكومنتس، ومن هون لأشوف حكيتولي جملة I practiced it until I become it. سلام.